شيخنا أيضا هذا سؤال من أختنا تقول أو من أخينا يقول أن هل وأنا إذن لي شيخنا الكريم الحمد لله أن هذا السؤال طرح أمامكم لأن لكم عناية فائقة جدا في التوحيد توحيد الله عز وجل وما يحمد أيضا لقيادة هذه البلاد المباركة الاهتمام الكبير والبالغ في قضية توحيد الله عز وجل وطمس كل معالم الشرك يعني على مر أطوار هذه الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة والحمد لله من التي نعيش في عهدها وهذا مما يحمد لهم وندعو لهم حقيقة بالتوفيق والثبات حتى يلقون الله عز وجل. فيقول شيخنا أنه في بلد من البلدان حينما يقال شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن في ذلك استنقاص للصالحين وأن جزء من العبادة يجب أن يصرف أو من المفترض أن يصرف إلى الأولياء والصالحين أن يستغاث بهم وأن يتوكل عليهم وأن يكون كامل التوكل لله عز وجل. فكيف ينبه هؤلاء وكيف رد عليهم؟ كيف يصرف جزء من العبادة بجزء من العبادة من التوكل أن يكون أيضا للصالحين والأولياء وأيضا جزء من الاستعانة أن يكون بهم ما تكون استعانة بالله عز وجل؟ وإذا قالوا أنا أشهد أن محمد رسول الله هذا استنقاص يقول للأولياء. أن هذا أنه استنقاص بالأولياء والصالحين. أنا حتى تفاجأت كثيرا شيخنا الكريم بهذا السؤال. أولا لنعلم أن بلاد المملكة العربية السعودية منذ أسست وقام بها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة أسست على الكتاب والسنة وتحكيم شرع الله عز وجل، والمادة الأولى في نظام الحكم السعودي بفضل الله وموجود في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء منشور للكل، المادة الأولى الشريعة هي الحاكمة لهذه البلد. الله تحكيم شرع الله ومواد المواد كثيرة من قرأها وتأمل فدستور البلاد هو القرآن والسنة. إذن هذه الدولة قامت على التوحيد والسنة وقامت على تحكيم شرع الله عز وجل، ومنذ نشأت بتأسيس المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة ومن معه رحمه الله الجميع وحفظ الله من بقي ورحم الله كل من مات من أبناء الملك عبد العزيز الملك سعود الملك فيصل الملك خالد الملك فهد الملك عبد الله، وحفظ الله الملك سلمان وحفظ الله ولي العهد الأمين الأمير صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء. فحقيقة هذه الدولة قامت على ما يبغضه أعداء التوحيد والسنة، لأن الدولة قامت على التوحيد والسنة وتحكيم شرع الله، الدولة قامت على حماية جناب التوحيد بعد الله وحماية السنة، فهذا يقض مضاجع من في قلوبهم مرض من المبتدعة من كل الطوائف من الحزبيين من الأحزاب ما يسمى بحزب الخوان الإخوان المسلمين المفسدين المفلسين الإرهابيين والسرورية والقطبية والبنائية وداعش وجبهة النصر وتنظيم القاعدة أيضا الليبراليين والعلمانيين يقلقهم هذا كله، أهل الأهواء والبدع والضلال كلهم يقلقهم، وعلى رأسهم أعداء التوحيد من اليهود والنصارى والمجوس المجوس الصفويون على رأس هؤلاء. هذه الدولة ينصب لها العداء وتثار حولها الإشاعات، وبفضل الله كلما أخرجوا شيئا رفع الله بلادنا الحمد لله ووفق الله بلادنا، فهذا فضل الله عز وجل. ونحن نشاهد في هذه الفترة من حاول يسيء فالحمد لله الذي جعل مكرهم يعود عليهم ومكرهم يبور بفضله سبحانه وتعالى ورحمته. هذا أولا. ثانيا ما ذكره الأخ السائل، أولا الشهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الرسل جاءوا لأقوامهم بقوله تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أقر كفار قريش بتوحيد الربوبية وأنكروا توحيد الألوهية، أجعل الآلهة إلها واحدا، منكرين ذلك يريدون تعدد الآلهة كأصنامهم في زمن قريش
الأصنام اللات والعزى وما جاء من أسماء اتخذوهم آلهة يعبدونها من هذه الأحجار التي صنعوا منها وهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها. فهم لا يريدون توحيد الألوهية ولا يريدون توحيد الأسماء والصفات، والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الأنواع التوحيد الثلاثة جاءت في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. توحيد ربوبية رب السماوات والأرض، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سمية توحيد الأسماء والصفات. هذا فيما يتعلق في ركن الشهادة الأول، شهادة لا إله، شهادة محمد رسول الله. هذه مسألة جاءت في حديث ابن عمر في الصحيحين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الحديث. والله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، والله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. أيضا لم يجعل الله القدوة والأسوة إلا في محمد صلى الله عليه وسلم، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله هو مكذب للا إله إلا الله، لأن لازم شهادة لا إله إلا الله أن تصدق رسول الله الذي جاء بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله من عند الله عز وجل. فالذين يقولون بأن هذا فيه منقص للأولياء، الأولياء ليس لهم مقام الألوهية ولا مقام النبوة، هذا عند أهل البدع. يقول أن الولي فويق النبي، يقول أن الولي فويق النبي والعياذ بالله، يعني فوق النبي، وهذا باطل يرده الكتاب والسنة. أما قضية ذكر المسألة الثانية أو الثالثة أن التوحيد يفرق، لا، يقول شيخنا أنه كأن تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيه استنقاص من الصالحين. نعم، أن أقول الاستنقاص لا وجه له، بل حق الصالحين أن يذعنوا لله عز وجل بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحققوا ذلك. فإذا هم خالفوا ذلك، الله عز وجل قال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الله، وإبراهيم قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خاف من الشرك. فالأنبياء خافوا من الشرك، فمنهم هؤلاء الصالحون الذين يدعون الناس إلى عبادتهم، وهذا من الطواغيت الذين ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى، الداعي إلى عبادته يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويرضى بذلك من دون الله عز وجل. فلا شك بأن هذا سواء دعا هو أو دعا غيره لأن يعبد، فالصالحين ليس لهم مقام نبوة فضلا من أن يعبدوا من دون الله أو مع الله سبحانه وتعالى. فلا عز ولا شرف للمسلم إلا أن يحقق التوحيد. فإذا رأى أن تحقيق التوحيد فيه نقص للأولياء فلا شك أن هذا باطل وضلال وكفر والعياذ بالله، كفر بالله سبحانه وتعالى. فعليه أن يصحح إيمانه ومعتقده وأن ينتبه لمسألة العقيدة ويحذر ويحذر. والأولياء الله عز وجل قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالولي المؤمن التقي هو الذي لا يرضى أن يعبد من دون الله أو مع الله، ولا يرضى أن يجعل في مقام النبوة أو بأي صفة من صفات الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم أو مكانة النبي. هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون أعظم شيء في التقوى تحقيق التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هؤلاء هم الأولياء. ولكن الذي يعيش في بيئة فيها البدع والمبتدعة وهم كثر في بيئته فعليه أن يحذر ويتقي. هنا نقطة أختم بها، وهي مسألة أن البعض يقول إن الدعوة إلى التوحيد تفرق، ولعلهم يخفون عندما يقولون إن من شهادة لا إله إلا الله تنقص منزلة الأولياء، يخفون هذا فيلفون الأمر وهو واحد. فتوحيدنا لا شك أنه يفرق بين أهل
لا إله إلا الله وبين أعداء لا إله إلا الله. الله المستعان. إبراهيم ماذا قال؟ قال لأبي وقومي كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. فلا شك أن الولاء نتولى المسلم الموحد، وأما المشرك نحن نبغض دينه ولا نتولى دينه ولا نتولاه لنصرة دينه. وأما معاملة المشرك والإحسان إليه فشريعتنا جاءت بذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فمعاملة المشرك والإحسان إليه والشفقة عليه هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن جاء به ولا شيء في ذلك. نعم، أحسن الله لكم شيخنا الكريم.